أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، مساكم الله بالخير والعافية. سفينة الإبداع اليوم تروح باتجاه ذي قار وباتجاه بابل. الجمال والشعر والموقف، الحبيب أسامة الفيروز، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك بالأكبر، شكرا على دعوتك الجميلة، وشكرا لأبطال المهلهل وعلى هاي الطلة البهية. وبصراحة الكلام اللي تفضلت به هذا حمل مسؤولية كبيرة. حبيبي والله، حبيبي والله، شرفت. الغالي ميثم الحمزاوي، حياك الله أبو الأكبر، كل الحب والود وتحية حب واحترام للكادر الجميل جنود المهلهل، وإن شاء الله نكون عد حسن الظن. أنتم كلش عد حسن الظن، بس خلنا نتفق اتفاق بدون ارتباك. تمام. أول مرة تطلع تلفزيون؟ لا الحمد لله أشكر، هاي المرة الثالثة تقريبا. يا برنامج طلبي، برنامج توارد أثير التميمي، أول برنامج رسلان حداد عالفرات وأثير التميمي توارد، ألف تحية لهم. أحمد، برنامج أحمد الذهبي حبل الوصل، ألف تحية لهم، ألف تحية. الله يسلم. ألف تحية لهم. أسامة حقيقة ذي قار قريبة عن البصرة، مو هو متواجد على المنصات. والله هو تقصير مني صراحة. يعني شنو تقصير منك؟ لأنه كل اللي أسأله هذا السؤال يقول لي تقصير مني. تقصير من عندي أنا، أولا عندي التزام أنه عمل دوامي مطول، ساعات طويلة. جيد. زين. بنفس الوقت أكو مسافات بعيدة. أنت خطبت؟ أنا خطبت أمس. على الخير وعلى البركة. الله يبارك فيك. أمس من موعد التسجيل، من موعد البث تقريبا راح يصير 3 أسابيع. بالضبط. إن شاء الله وجهه خير عليك. الله يديمك. لا هو فعلا وجهه خير، يعني خلانا نشوفه. الله يعزك. الله إن شاء الله. أسامة، أنا من وجهة نظري خليني أسولف لك بصراحة، يعني وجهات نظر اللي أنا أؤمن به خارج الكاميرا خليني أقول من داخل الكاميرا. أنا أقول الشاعر أو أي إنسان صاحب منجز، الشاعر، الفنان، النحات، الموهبة بصورة عامة، الموهبة بصورة عامة ما تتحمل عذر. فعلا أي عذر فهو غير مقنع. مرات العذر فرصة، يعني ما يخليها ترجع لك بعد. فرصة. صح. تتفق لو ما تتفق؟ تتفق وياك جدا. بالمناسبة أنا سمعتك باليوتيوب شاعر جزل. الله يديمك. للأمانة. شكرا. ومن خلالك ومن خلال ذي قار نوجه ألف تحية، ونتمنى يا رب الشفاء العاجل للكبير الهرم الشعري الرائع جدا، ونتمنى له طول العمر الكبير أبو مروى العم لطيف العامري. ألف تحية له. وبالمناسبة أنا شهادتي الشعرية ما أخذها من لطيف، فلذلك بعد وفاة والدي شخصين قلت لهم بوي، جدي أبو أمي الله يرحمه ولطيف فقط. يستاهل. فقط هم اللي سويتهم مرحلة والدي، يعني لأنه هذا الرجل مو بس شاعر، تحسه حضن للشاب والكبير وللواصل وحتى للنجم، تحسه يتعامل وياك على انه انت ابنه، ما تحسه انه هو لطيف هذا الكبير هذا العظيم، لا تحسه هذا الانسان اللي انت تحبه اللي يوددك للشعر. يعني انا متاكد لو اي انسان بالدنيا يقعد يم لطيف ساعه الزمان يرجع يكتب. ناخذ قصيده. ينجبر يكتب. ناخذ قصيده بخدمتك. كان كل شارع يلمنا بنصه بسطال ودمه، وكان صوت القصف كل ما دنا لاذنك اسد طبلتها باحبك، اش ما رجف صوتك من التشيلات احبك، ساعه غنيك واشمك، ساعه اقول لك لا تخاف لا تخاف انا يمك. لا نعيد من البدايه ارجوك. كان كل شارع يلمنا بنصه بسطال ودم، وكان صوت القصف كل ما دنا لاذنك اسد طبلتها باحبك، اش ما رجف صوتك من التشيلات احبك، ساعه غنيك واشمك، وساعه اقول لك لا تخاف لا تخاف انا يمك، اش ما ردت تشبقنا منك، كان ظهر النار هارشته بلهبها وما ردت دمي يخافك، اخ لو تدرب عظام الماع كل جلده عليها كامتت، الخاطرك ضميت كل شو ما قلت، الخاطرك لفلفت روح بسد وجحها وبفمعش لو نضحكت، يا متعبني بحلاتك، يعبر الصاروخ ويحرق قذلتك،
وانت مثل النمل مع الجفوف تبلش. يا يا متعبني بحلاتك. يعبر الصاروخ. يعبر الصاروخ ويحرق قذلتك. وانت مثل النمل مع الجفوف تبلش. فوق شاماتك حجل زنجية يخرش. ولك يا كل ساعة أحبك. احكي بلكي خضر بصدر قلب. أرقص وخل تخلص أيام الحرب. سولف وطلعني من صوت الكتل. امتد على القاع مستاح الشتل. أنا لو ما أدري راح انكتل قبلك جاذب أحتك. أنا وأنت اللي انطلت تابوت خشبات الشرابي. وبالسطح ظلت هدوم النوم مشرورة بحلمها لا أنت ولا أنا لي. أنا وأنت اللي انطلت تابوت خشبات الشرابي. وبالسطح ظلت هدوم النوم مشرورة بحلمها لا أنت ولا أنا لمه. ذاك دخان البيوت وصوت يطلع من الحائط المرطوب وتنشف الشمس. شوف طوق قدم تسودا بالشمس. حتى رب الصاغ طولك ينغث من الصوت ويهبب الريح. إش ما تهب الريح توصلنا الجثث. حيرتي ما بينك وبين الجقاير ما تفض. وين نشرب؟ طحت من مهدك الروح وما معلمك عن ركض. حيرتي ما بينك وبين الجقاير ما تفض. وين نشرب؟ طحت من مهدك القلبي وما معلمك عن ركض. لا تخاف ولا تكض الحائط تكض لك شهيد. ولا تعد بالموت لا تخاف ولا تكض الحائط تكض لك شهيد. ولا تعد بالموت بعيوني مقابر عوف كل شي يا حليه وفها على وجهك. حيرتي الما بينك وبين الجقاير ما تفض. هذا دم السالم من صواب امس. انا باقي من الحرب نص جثه حبك. شكرا. الله ممنون ابو الاكبر. الله يديمك. ممنون شكرا. شاعر جدا. شكرا. بس ايش هالسوداويه بعد؟ هي انا نص جثه حبك. نص جثه حبك. ليش هاي السوداويه ابو الاكبر؟ هي ما انكتبت بهاي الطريقه، لكن الوقت اللي انكتبت بيه هاي القصيده طلب هيك. كان سوداوي جدا. سوداوي وبنفس الوقت احمر. ان شاء الله باشر احسن. امين ان شاء الله. كان ليله الجو مال كتابه هاي القصيده يعني ما تعرف شلون توصفه شنو هو. يعني انا لليوم ما اعرفه شنو هو. زين انكتبت القصيده وخلصت. انا بين حب وبين فقد وبين شهيد وبين مقتول وبين انفجار وبين احداث فأنت ميثم شو اخبارك؟ الله يسلمك ويديمك ابو الاكبر. ان شاء الله طيب. ان شاء الله طيب ما دام انت طيب ابو الاكبر ومبتسم طبعا. الله يسلمك. الله يديمك. شنو رايك الانسان اللي رايح نتمسك به افضل لو نعوفه؟ طبعا مو كل انسان تقدر تتمسك به. يعني يلمشية بداعتك خليها سر. شن عشرت وياك سالوف الجهال. عود عبالك اصيحك من مشيت. انت كنت بصف وما اقول لك تعال. لا والله. والله. ماخذ قصيده؟ ان شاء الله. طوينا دروبنا بس القلوب تزل. مثل غيمه شباطش ما تهد تفل. عيون اعمى ورحت. طوينا دروبنا بس القلوب تزل. مثل غيمة شباطش ما تهد تفل. عيون أعمى ورحت ما شفت لله وياك. لا هم ودعوني ولا مبين خل. الله. عيون أعمى ورحت ما شفت لله وياك. لا هم ودعوني ولا مبين خل. وما مجبور أظل شفت الأعذار هواي. ووحد هجدامنا على الدرب قام تقل. ما عدهم هلا باب السجل للضيف. أبو ملقى الصدق يركض وعينة تهل. وجوه الفاتحة كلهم ضقال عليك. ما مجبور أظل شفت الأعذار هواي. ووحد هجدامنا على الدرب قام تقل.
ما عدهم هلا باب السجل للضيف، ابو ملقى الصدق يركض وعينه تهل، وجوه الفاتحه كلهم اثقال عليك، لا حد فاقده كل من تريد الظل، لا ضاحك كذيب لا بيض ام الاخ، وابو نفس العزيزه الماي والني سل، الله لا ضاحك كذيب الله الله لا بيض ام الاخ الله، وابو نفس العزيزه الله يسلمك ابو الاكبر، لا ضاحك العزيز الماي والني سل، لا ضاحك كذب لا بيض ام الاخ، وابو نفس العزيزه الماي والني سل، ومو كل الطلع من الحلق مسموع، مرات الحكي من العيون يذل، صورهم تنمسح تارس البوم هواي، ورجعتهم ترى ما بيها صورة حل، طيبين زايد مو بدينا، هاي الصفة العمت علينا، ننطيهم وينطون طيبين، طيبين زايد مو بدينا، هاي الصفة العمت علينا، ننطيهم وينطون بينا، مع الأسف يذمونا ويوصل حكيهم، الله كل هذا هم ما ننطيهم، الله الله طيبين الله يسلمك، طيبين زايد مو بدينا، هاي الصفة العمت علينا، ننطيهم وينطون بينا، أبو الأكبر يذموننا ويوصل حكيهم، كل هذا هم ما ننطيهم، ونقول غلطة ومو بديهم، بس اتضح شيء ما عندنا قلوب، واحدنا كل يومية مغلوب، بس اتضح بس اتضح شيء ما عندنا قلوب، بس اتضح شيء ما عندنا قلوب، واحدنا كل يومية مغلوب، ما نعرف من التشوية ونتوب، والأكبر من هذن لو شفنا مهموم، لو شتالنا ننزع للهدوم، لو شتالنا ننزع للهدوم، سلامتك تخبل انت، الله يسلمك انت اللي تخبل، والله تخبل، الله مبدع، دليل على ابداعك وذوقك وشعريتك يا بعد عمري، الله يسلمك. انت سومري ذو جذور سومرية، شنو المقابل حتى تبيع العراق؟ ولا أي شيء بالدنيا، مستحيل. عافية والله. مستحيلات. لأنه أنا منطي هواي بالأكبر. إذا شقوا هويتك واعتدوا على البيك، لطيف يقول شيل آدم هوية وقلهم على إنسان. أنا ما أقدر أبو الأكبر، إذا وإن شاء الله يعني إن شاء الله أكون ثابت، بس حتى إذا في يوم من الأيام ردت أميل، أنا عندي تاريخ من العائلة ومن الأجداد ومن الأصدقاء، ما أقدر أمزق هذا التاريخ بلك. لطيف جدا. أنا منطي هواي للعراق. أريد نسمع فشي عن العراق، عبرت من مسافات الحريق الناس عريانة، عبرت من مسافات مسافات الحريق الناس عريانة، وأنا وأمي أنا وأمي جوعانين حتى هدوم من المشقوقة جوعانة، مشينا وكانوا الميتين يتمشون، كل منظام راسه بجبل بصف، وكبيهم يدور له مكان ينام على الحائط، وكانت لافتة بكل حي ندري نموت، بيع عيون وجوه ووطن واحلام منشيس كيال الدم، والقائد ترس جيبه وسحق بنعه لبيريته، والحاكم القائد ترس جيبه وسحق بنعه لبيريته، والحاكم لبس كمامة العبروحه من الدم، وقاعد ياكل بصيني تلم عمر، وكان الفي ما تنجثه صفح نامه، كان الفي ما تنجثه صفح نامت، جامع ساكت وسكران شايل علم ويرافس، قلت له السكر ما نساك، وقف مثل النسر ضم جرحه بجناح، ظهري من العلم والدم ثقيل بثقل اللي يطيحون، وام بكير ظهري من العلم والدم ثقيل بثقل اللي يطيحون، وامي ام بكيفها من تريد تنعب، كيفها من تريد قلب انطبخ طبخ الفواتح، ومشمور ويصوف الذبايح، اخذ مكاين كون يردون، ومرايح الطل اللي زينون،
وبجفوف احف خد الزايرون راسي دخلني اخذ مكاين كون يردون ومرايا حطن للي زينون وبجفوف احف خد الزغيرون راسي دفعني ونام بالقاع يدور نفس بصدور الاسباع كان خيط بكرا تاني ثوبه احمي عش الراح على صوبه والنيت مدرنتم تونون ما فوخت راسي الحبيب تقول لي اوصيك اوصيك لو تندل طلقتك همزين من طلقت مرتك موت الشوارع موت البيوت بس سكتن ما لايح الموت موت الشوارع موت البيوت بس سكتن ما لايح الموت دخن لحد ما يصح تابوت ولك ولك يا كاولي دقلي الرقص قبل الذبح عفه من كثر الجثث بالماي ولك يا كاولي ولك يا كاولي دقلي الله الرقص قبل الذبح عفه من كثر الجثث بالماي تاهت روجة عن روجة وحوت من الجماجم يلقط الطلقات ادفع بالجثث هل بتشوف الباقي من الناس ادفع والجثث تكثر ادفع والجثث تطلع ومثل ثلاجه الموتى برد كل شيء النفس والصوت والنسوان والشارع وصابع على الرصيف تريد لي لمها مسافة مسافة ويعبر الشارع طفل فد يمه بشفوفه قبل لا يوصل الحلقة شرب دم والتنور والتنور ذبطين على خبزاته العطش والماي والحبوب كل أحمر شفت كل شيء شفت كل شيء والعقال اللي يهوس وقت المفطح ولا شفت الله الله يدي الله 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 تسلام الله 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 شكرا الله انت شلون شوف باكر انا دائما متامل انه ممكن بعد دقيقه يصير الافضل جميل جميل يعني اكو بيت من الشعر اللذيذ يقول ما اضيق العيش لولا فسحه الامل عندك امل بالضبط ان شاء الله يا ربي شلون رايك بالانتظار ما احبه للاسف صدق والله كلش ما احبه ميثوم ابو الاكبر تحب الانتظار الانتظار احبه اذا كان ورا الانتظار شيء ايجابي طبعا هو بالمناسبه بكره الانتظار انا يعني هم ما تحب الانتظار ما احبه صدق والله والله دائما بس ما تكون يعني الاشياء الايجابيه ورا الانتظار شيء ممتعه لطيف اشياء ممتعه لا. زين ايش رايكم ناخذ تنتظرون لحد ما ناخذ فاصل ونرجع مثل ما تحب شو تقول يلا سامي احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهله الفاصل ونعود اليكم أحبتنا المشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل عدنا وياكم مع الحبيب أسامة الفيروز والحبيب أيضا ميثم الحمزاوي حياك الله بالأكبر شكرا بالأكبر شانا ميثم تمام إذا أنت طيب طريق والله الله يسلمك حياك بوجودك الله ميثم اليوم أكو هواي جيل هواي من الشعراء بهذا الجيل صدرت أسماءهم صح؟ تمام جيد؟ أنت من ضمن هاي الأسماء؟ يعني أقصد الجيل على مستوى العراق أنا حالياً هاي الفترة ما أرشح نفسي ضمن هاي الكوكبة من الشعراء اللي صدرت لكن من خلال نتاجي أشوف الناس إيش تنظر الميثم إنه هو لا وأنت وجهة نظرك أتمنى يعني أرشح نفسي ضمن هاي النخبة اللي صدرت من الشباب أيه أعتبر نفسي منهم كوني من جيلهم لا وأشوف نفسي شاعرياً يعني قصدي أنه أنت صدرت وياهم ولا لا حاليا لا يعني متاخر عنهم متاخر عنهم شنو سبب التاخير الكسل مني طبعا هذا الجواب متكرر دائما عند الشعراء بس الكسل من عندي بنسبه 70% نسبه عاليه ايه ناخذ قصيده ان شاء الله نسولف ابو الاكبر هاي قصه واقعيه طبعا جميل المواد الغذائيه عندنا كل فتره او مرات تتاخر اسبوع عن الشهر
يلا اجيبها انا طبعا مثلا متكاسل عجوز. قصدك الكميه؟ الكميه الحصة. احنا نسميها الوجبه، انتم تسموها الحصه. الحصه والكميه او الكميه يعني كل واحد له اسم معين. فاستاجرت طفل عنده عربانه. جميل. اي فخليت المواد رحنا للبيت. مسافه عن المدرسه وقف قال عمو تعبت عاد استراح. قلت له خذ راحتك بالله الكريم لحد هاي اللحظه انه تعب. حلت المدارس كملوا الروح. قال يلا نروح. مشوا جزء المدرسه. قال له عمو انا ترى ما تعبيت بس ذول الطلاب اللي حلوا جيلي. الله اكبر. وانا خلقت للعيشه بسبب والدي متوفي يعني انا صغير وعشت يعني عشت بالسوق وحتى ما يريدون يشوف ربعه يعني تصير داخله وانت تعرف ابو الاكبر هذا ان الشاعر يندلهن. ف قال حتى اذكر مفرده قال الذانب اللي خل اللي سبب كتابته للقصيده على اللسان حاله هاي المفرده. قال حتى هذا لوني مو لوني الشمس حارقته من الشغل. فعلى لسان حاله كتبتها يقول هذا انا نفضها جفوف الغروب الفرقس مكفى شفه وطلعت شد. الفرقس هذا انا نفضها جفوف الغروب الفرقس مكفى شفه وطلعت شد. عشت بالسوق نص رجال محسوب صغير وعالشوارب بشارب انعد وانا مو لون. الله يسلمك. الله الله يسلمك. ابوي هذا انا هذا انا نفضها جفوف الغروب الفرقس مكفى شفه وطلعت شد. عشت بالسوق نص رجال محسوب صغير وعالشوارب بشارب انعد وانا مو لون في بس نية الناس قامت تشوفني باللون الاسود. الله المثل قلادة ليش بركبت عيال أو ليش نريد ألعب مال قحت اللي بجيلي بنا مستقبل وصار وأنا مستقبل إلى المغرب ورد وما مر بدرب اللي بجيلي بنا مستقبل وصار وأنا مستقبل إلى المغرب ورد وما مر بدرب للمدرسة يروح إلا انتظر يوم الجمعة ينسد. الله وما مر بدرب للمدرسة يروح إلا انتظر يوم الجمعة ينسد. جنط بظهور ربع أقلام والوان وأنا تشيس الطحين بظهري ينشد ومو بالبيت واجب عندي بالسوق أحل يومية من واجبهم شقيت الفرق بياناتنا قمصانهم بيض مثل أحلامي بس زيهم موحد. ما مر ما مر بدرب. الله يسلمك. ما مر بدرب للمدرسة يروح إلا انتظر يوم الجمعة ينسد. جنط بظهور ربع أقلام والوان وأنا تشيس الطحين بظهري ينشد ومو بالبيت واجب عندي بالسوق أحل يومية من واجبهم شقيت الفرق بياناتنا قمصانهم بيض مثل أحلامي بس زيهم موحد. أفز وأحلامي تغبش بي يا حمال حتى من أريد أحلم حيلي ينهد وكثر ما ذابل وناس الضحك ذاك ملامح وجهه ضايع بيهن الخد. الله ملامح وجهه ضايع بيهن الخد. وسلامتك. الله يا كبير. الله يسلمك انت الكبير. الله يا مبدع يا روح فدوى راحت لك. الله يسلمك يا ولد. يعني تنباس على القصيده على الموقف الانساني. هذا الموقف واقعي دائما ما تكون الواقعيه لها تاثير جانب تاثير من الجانب العاطفي اكثر المتلقي او الاكثر للانسان اللي يسمع شعر. اسامه خطيبتك هي نفسها حبيبتك؟ لا يعني حبيبتك من وحي الخيال؟ لا أنا كنت سابقا في حالة حب مريت بحالة حب وتعرضت للإفراق والخذلان و... بس حاليا أنا جيتك بحالة حب يعني حالة حب منعتها. رب يرزقكم الحب الدائم. الله إن شاء الله. الله يديمك ما شاء الله. قدرة تعوضنا عنه هواي أمور إن شاء الله. يقولون ما الحب إلا الحبيب الأول شنو رأيك؟ صح بس مو الذكر الرجل اللي يعثر وما يتعلم من عثرته وما ياخذ عبره هذا مو رجل. ها فهواي بالماضي صار انا عبره ودرس وخلني اصير اقوى هن سبب قوتي. جميل جميل. ايش قد مدى الواقعيه بقصائدك؟ نقول اكو قصائد تجي احيانا 100% أحياناً. اهم تعليق جاك على قصيدتك؟ والله هواي لكن اتذكر تعليق
رفعت الصاف سيد رفعت. نعم. ما كانت تربطنا أي علاقة. في يوم من الأيام نزلت بداية قصيدة والرجل أشاط وبعتها دخل للخاص تشكر وقال أنت مهم ولون وكذا. أي وعلى أثر هذا التعليق سبحان الله جمعتنا علاقة كلش حلوة أنا. الله يوفقك. واستمرينا. سيد يستاهل طيب. لا السيد كلش طيب. أسوأ تعليق. ما شفت من الناس غير الحب أبو الأكبر ليش أظلم لأحد. آه جميل. جميل. ما شفت من الناس وللعلم حتى اللي ينقلون لي صورة مو حلوة عن الناس أما أبتعد أو أقول لهم لحد يسولف لي باللي يسمعون عني غير الحلوات يعني اللي نقلوا لكم شيء حلو عني نقلوه لي يعني نقلوا لكم شيء مو حلو لحد يجي يقول لي جميل فما وصلني شيء لطيف. من الناس لطيف 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 هو صالح وذاتك جدا إذا أريد ناخذ قصيدة شو نسمع بس على شرط هذه القصيدة نريد رأي الجمهور بيها يعني تخاطب الكاميرا تقول لهم يا جمهور اللي ما يعرف أسامة الفيروز خلي يسمع هاي القصيدة وانتظر تعليقكم على هذه القصيدة شنو رأيك؟ راح أقراها لقلوبكم جميل يا حبيبي يا ما قلت لك يا ما قلت لك أنت تندل كل شبيه ومن نضيع لازم القان على ايدك ليش اول ما ضعت ما دورتني وليش يا حبيبي يا ما قلت لك انت تندل كل شبيه ومن نضيع لازم القان على ايدك ليش اول ما ضعت ما دورتني وليش حتى البيا يخلص شمعه بتضل مشعلك كنت تدري ضاملك كان ما عفت إش قد تمنون وعفتهم أنا مخلوق على قلبك إش قد حجوني وما حليت بحلق غيرك وهي بلوة عاشقك عايفني وحد أحب غيرك هم تجي تقل لي خنتني وأنا حاير الله حيل حاير حيل حاير وهي بلوة عاشقك عايفني وحد أحب غيرك هم تجي تقول لي خنتني وأنا حاير حيل حاير بين أعيش بقلب غيرك شاف روحه بحضني قوة وبين أظل مناطرك يا حيرتني صفرت لجلك سنين إش كثر مر بيك الخضار وما تسر إش كثر رتوقف قبالك طولك يلوق الوقفتي كنا ودير وجهك ليش أحبك عودي كم شمس الله أكبر كنا ودير وجهك ليش أحبك عودتني كم شمس يم باب بيتك سومرتني وبابك اللي ينفتح سكته عيوني تركض لك شراع اقدار شوف اقدار تشلمه وهي احبك ومره اذكر رتقل لك انا احبك سلهمت عين وحلمتك مو حلال وظلت بحلقي الحكايه وما قلت لك الله ما قلت لك يا حبيب بوجه غيرك فاهي حكايه احبك يا هي سوى يعيش بي أنا مكتول على عشقك ليش أدفع روحي يم الغير دي هواي بها الدنيا غيرك جيب لي لوق على قلبه هي مي ينويتك زفة بيضة تجمل أحلام النوارس ينويتك كحلة تضحك بالعيون بألف واس وهاي دنيا باكر نموت ويسولفنا الربيع ببال عشاق الحدائق يا المتاهاتك غريبة من صابيعك لحش شعرك بداية وانت تدري يا المتاهاتك غريبة من صابيعك لحش شعرك بداية وانت تدري أبد ما أهوى النهاية وإحنا أول عشق يبدي من النهاية والأحبك ظلت بحلقي يحجاي يا حبيبي يا ما قلت لك الرسائل من يوديها عزيز تروح حافي والمطر تشيد رحضن القاع بيدير الدفم يطيح غافي وش ما خبط لون القلوب بالملاقة يصير صافي ويا ما قلت لك شمعة الحيطان صورة وفرحة البيبان دقة وضحكة الشباك موعد والسراقي تبوس شف الجايها بحجة رخاوة شوف حالي اللي بحل مخلفين يا القضيت بعمر خيط قطعه ويرد لك فهاوه لاحظيت بوجه بزري
يا العشت عمره دخيل بباب قلبك شنو صار وغربت وشي غريب هواي وادم ما شركني وشي مشيت وما ملم روحي بيك كل قطارات الزمن ما صعدتني ايش قد قرت وجه المحطات ونستني وشي مشيت بلايا انت دروب جد مستغربتني شوفني من بعيد تقرب وجهي عايش لك تعال الله الله وجيس حزني تعرف شنه الدمعة من تنزل عظيمة قلت لك اشتن على قلبك بذرة بذرة الزرع من يكبر يحصد ما تعبني ويا الله تعبني قلت لك اشتني على قلبك اشتني على قلبك بذرة بذرة الزرع من يكبر يحصد ما تعبني ويا تعبنا اشتني على قلبك بذرة بذرة الزرع من يكبر يحصد ما تعبني ويا تعبنا يا تعبنا الضاع مثل السالفة تختمها مدري ويا عشقنا الشرع البيبان للما يسوى جيب ويا حلمنا العاش كل عمره على باكر وجا باكر وجا حتى الورا باكر وباكر يسير على باكر وإحنا ما شفنا حلم يا الجزع عليك السموم فيمشي بباكر مكاسر لهس دي صفناتي دخاني سهل ليلي وشي براسي وهم بيك ليش وبياح وبراحل ليش يا الجافية الدنيا جدامك بياسج انطاح وأنا قلت لك طيح يا مادم تريدك دور اللي يشبق قلايبك لا تدور اللي يشبق ايدك أصفن لها هواي راحة وليش بس انت من ذكرك تنترس روحي فراغ ليش من نذكر ايامك حسبة تشمرني على حسبة وياما قلت لك بوقني بحجة العازي عيشني تلقاني دنيا ادنا يم الصير عاشق ما قلت لك روح مني انت طين وانا طين اش ماله قلبك ما حضب حرقان قلبي والله عندك نعمه تنسى اش مال هالنعمه جزتني وما نسيتك كل شي من عندك جزاني عيونك الشهله جزتني وحتى ضحكاتك جزتني وانا قلت لك كون تدري ظام لك شا ما عفت كون تدري ظام لك شا ما عفت يا اخي انت شاعر فدوى ابو الاكبر فدوى روح والله شاعر مهم الله يديمك الله يديم ممنوع ميثم والأكبر أنت جامل؟ نوعا ما أجامل من الناس اللي عندها ليونة وياي وعندي قساوة وياها أنا واجب أجاملهم واللي تحتاجه وما يجي لك بوقته كاف نموت لا بد للذنب توبة حوت الزفة حسها تفوت إذا ببنية مخصوبة يصعد للسما الدخان مو من نار سالب راحة الكاغد كاف نعير الصفصاف وانت بفيمز قاعد الله يسلمك أنت كثير النسيان؟ جدا يعني بس كأمور ما تنسي الجرح شي طيب إذا بالليل ينعاد وحدك والجقارة تخلصك رماد ولي غث أكثر من تنام تنشاف مثل الفاقدة من عيالها ولاد الله نسيان طبعا أكو أمور ما تنسى نهائيا وأكو أمور تتمنى أن تنساها بها سلب وبها إيجابية بالله صحيح فأنا كثير النسيان للأشياء الإيجابية عفوا مشكلة النسيان مشكلة بالله الكريم مشكلة من عدة جوانب من الحياة متزوج وعندي طفلتين الله يحفظك إن شاء الله يحفظك إن شاء الله وقلت لي مدرس معلم الله ناخذ فاصل راحتك أحبتنا المشاهدين فاصل ونعود إليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل عدنا وياكم مع الحبيبين أسامة الفيروز وميثم الحمزاوي حياك الله إن شاء الله الابتسامة دائمة شكراً المنتدى المدينة اللي بعث لنا هذا الدرع الإبداع إلى كادر برنامج المهلهل الشاعر والإعلامي علي المنصوري شكراً جزيلاً وشكراً للحبيب صاحب المبادرة علي عظيم وأيضا
شكرا جزيلا العلي عظيم الإهداء هذا الديوان الشاعر والقائد علي رشم، وألف تحية له. طبعا أكو تنويه لطيف، إن شاء الله نهاية الموسم يعني، بس بعد مو 100% هذا الخبر. أكو برنامج، البرنامج راح يكون مهرجان للمتميزين ببرنامج المهلهل، راح يصير مهرجان نوافيكم بالأخبار بعدين. خلينا نتفق، وأنا أقول لكم بس من باب شحذ الهمم أنه أكو مهرجان ميداني راح يكون ببرنامج المهلهل في كل موسم. شكرا جزيلا لكم، ونرجع وياكم. ميثم الحبيب، حياك الله بالأكبر. أنا حبيتك هواي وهيجي وهاب ابتسامتك دليل على لطفك وهاي الابتسامة اللي تخلي الواحد ينحب. صدق والله؟ شهد الله. هسا أنا حبيتك لو أنت حبيتني. ما أدري، أنا اثنين. يا الله، ناخذ قصيدة ميثم إن شاء الله. هل ما بدلت لوني رغم كل القبال ألوان، بعد نشهق هو التنور والخبزة وجفوف أمه لحد ما يخلص الدخان، وعلى السرقة وبوجه البوب هم حنيت الله، بس استحي من البيبان الله. هل ما بدلت لوني رغم كل القبال ألوان، بعد نشهق هو التنور والخبزة وجفوف أمه لحد ما يخلص الدخان، وعلى السرقة وبوجه البوب هم حنيت بس استحي من البيبان. هل خلصنا أيام الطيش كراء واللي يلتحق للجيش، هل إش بدل هذيك الناس مو نفس الحصار نعيش، غربة وطن متغرب ولا يمك خشم سمرة مثل فانوس يطفى بجاية المغرب. الله. غربة وطن متغرب ولا يمك خشم سمرة مثل فانوس يطفى بجاية المغرب، بطرق لوينكم تمشي وتتلفت على شلونك، أثار الغربة نعسانة وتفز بس باللي يذكرونك، بطرق لوينكم تمشي وتتلفت على شلونك، أثار الغربة نعسانة وتفز بس باللي يذكرونك، شوحبت عين المحطة وتيهت لون القطار، وضاعت بوجه المدينة كانت تحب الزغار، ودورينا وماك يمشي باش نحجاية حنينة ونقدر انتان القطار، عشرة الميل انتظار وقمت لملم ذكريات اللي الفانوس الغريب. وقمت لملم ذكريات اللي الفانوس الغريب، ومدر وين اللي لبات، واحنا احنا لا تغيرنا على ناس ولا نكرنا ايامنا بوقت الحصار، فارقونا وعينهم علموا شوادم عودتهم على الدقائق ميل ميل، طبوا بروح وجزون ولا صرت بعيونهم ناكر جميل، من تلقى ربعك مو إلك معناها كاف تعاتب، موعد حصادي وصوفره وكل موسم اخسر صاحب. الله. من تلقى ربعك مو إلك معناها كاف تعاتب، موعد حصادي وصوفره وكل موسم اخسر صاحب، وما حد يعرفك مختند عنك تحكي عيونك، تحاول تمثل تبتسم بس اللي يفضحك لونك. الله الله. وسويتهم بس المهم كل من يرد الطبع، كل من يرد الطبع، وعلى المحيب اسماء خم الضال بيده يطلعه. الله. سويتهم بس المهم كل من يرد الطبع، وعلى المحيب اسماء خم الضال بيده يطلعه. لهنا وهاك سوالفك ما بيها مالات الله، عبالي منه وقعت تجي وما قلت حتى اسم الله، وما جابرينك على المضن لا ترد بيهن تحكي، باكر الدرب تضحكك لازم يرجعك تبكي، وساعتها بين لك صدق كل الحكية تيشور، وترد لتقز المستحى مثل اللي يرد متعور. الله. مثل المتيه من ترد ما إلك وادم تربع، ما تلقى لي يقول لك هلا والعرف كلهم غربة. الله الله. وتوقف وما تلقى الأثر شي ما وقفت بدربك، وصدقني ما أحب انتقم خليتك أنت وربك. الله الله يسلمك. الله الله الله. الله دينك والأكبر. صدقني ما أحب انتقم خليتك أنت وربك. الله الله يسلمك. أسامة أبو الأكبر، شلونك حبيبي؟ أنا بخير بشافتك. عساك بخير. شلون أشوف المشهد الشعري؟ يمكن سولفنا أنا وياك قلنا أنه إحنا متفقين أنه ما يصح إلا الصحيح بالنهاية، والجمال لازم يتصدر طبعا، لكن إذا على المشهد الحالي فأبد ما حابه أنا. أنت ما حابه؟ ما حاب.
تشوفه بطريقة أنه يعني ما ترتقي؟ مو قضية ارتقاء أو مو ارتقاء، بس إحنا شو نقول؟ نقول إحنا نتمنى أن يكون البرنامج الشعري شعري فعلاً، تمام؟ قصدك البرنامج التلفزيوني أو البرنامج الشعري العراقي؟ لا، هو البرنامج الشعري العراقي بصورة عامة، يعني البرامج الشعرية نتمنى أن تكون برنامج شعري فعلي، يعني فعلاً أنه حلقة شعرية تحس بيها، تحس بلذتها، زين؟ تحفزك للجمال. أنا طبعاً خلينا نتفق على قضية، أنا مع الجمال حتى لو يكتب في أقبح الأماكن، المهم جمال طبعاً، أريد أشوف جمال، زين؟ فبعيداً عن التصريحات وغيرها، زين؟ وهاي المنافسات احنا ترى جاي نحاول نوصل لهي المرحله. جي. اعتقد ما شفت انه تصريح او طرحنا اسم بالضبط على الطاوله. بالضبط، هو هذا الصحيح. هو المفروض البرنامج الشعري يكون شعري. هو شنو اسمه؟ هو من عنوانه لازم يكون شعري. فمن نشوف شاعر، يعني مع احترامات للشاعر الحقيقي، للشاعر الشاعر اللي محترم ومحترم موهبته، محترم موهبه غيره، زينب الاكبر اليوم انا من اريد مثلا اريد اسمع لي شيء، زين، واحنا بزمن الالكترونيات والارقام، صح؟ زين، انا دخلت لليوتيوب اريد اتابع لي فد برنامج شعري، مثلا اريد اسمع الشاعر الفلاني، زين، انا لا ملتذ بالمحتوى مالته ولا ملتذ حتى بلغه الحوار مالته، زين، ممكن انا استفاد من عنده فد شيء، ممكن اخذ فد شيء من الحواريه مالته لما انا باكر اطلع استفاد من عنده. مو بنفس الوقت الاجيال اللي سبقتنا، بعيدا عن ذكر الاسماء، يعني الشعراء الحقيقيين اللي سبقونا بالاكبر ما شفناهم يسووا، طبعا ما طرحوا هيك، اتفق، ما طرحوا هيك اسلوب. احنا لذلك قلت لك ما حاب، لا ما انا جاي نعاني بسبب المشاهدات وما مشاهدات جي. هو قلت لك زمن الالكترونيات وارقام، اي لا يخفى عليك ولا يخفى علي ولا يخفى على السيد المشاهد. ما خلينا ناخذ قصيده. شنو تحبه بالاكبر؟ احبك انت، انا هم احبك. تسمح لي اقرا لاصدقائي اللي طبعاً. فاقتهم طبعا، كل احنا فاقدين اصدقاء. انا الدفن ربع على ريجه، شف امه شف شايل صديجه، الله اقبور حسره ومو غميجه تخربهم رمال العتيجه، الله الله وين العيون وشارب اثقال حمال شايل حلم حمال، مبرين ذم لساني من قال بتشيتهم تمثال تمثال، الله حلف الحياية التمشي بالبر ياهو يتلوم مشي تكثر، تقدر تموت وكل شي تقدر بس الفراق يموتك أكثر، اي بالله صحيح، تقدر تموت وكل شي تقدر كل شي تقدر بس الفراق يموتك أكثر، يموتك أكثر دافن شك واحد بكالي من خنقة فراش الليالي، أبو الأكبر مو حلوة تمشي بفرح خالي واحدهم من الصورة عالي، خنقة الثام تمشي بفرح خالي مو حلوة تمشي بفرح خالي واحدهم من الصورة عالي، خنقة الثام وعصرة غروب بالليل أفر برأسي عالبوب، كل باب فوق مات مكتوب ما تشفي واحد شقة الثوب، اتمشيت والموت عرفتها كل جثة سوت في لختها، الله الله اتمشيت والموت عرفتها كل جثة سوت في لختها، وجنات ميتة وعاتبتها شميتها وقوة عبرتها، تدرون بحوال النثاية أمن قبوركم ملح العباية، تدرون بحوال النثاية من قبوركم ملح العباية، ببيوتكم المن مرايا هذا الفشك تلف لحايا، الله الله تدرون بحوال النثاية من قبوركم ملح العباية، ببيوتكم المن مرايا هذا الفشك تلف لحايا، هذا الفشك حتى القذلاح طاح الحلية ومصرفه طاح، كل واحد انعم من الاجناح تغمض عيونه وتطلع ارواح، اصرخ والمعزيات يبكن فنكن تلحق اللطم فنكن، اصرخ والمعزيات يبكن اويلي يا ابي اصرخ والمعزيات
يبكن فنشن تلحق اللطم فنشن الميتين ولدي مو ولدشن الميتين ولدي مو ولدشن والتتن طاح من اللي رحشن. شكرا ابو الاكبر. الله الله يديمك. للامانه انت مهم. فدوى اروح لك. بالله انت مهم. فدوى اروح لك. وميثم جميل جدا. الله يسلمك ابو الاكبر. جميل انت الجمال. اشهد الله. نروح قبل ناخذ قصيدة؟ كيفك؟ ناخذ قصيدة. حلو من الشاعر يكون صاحب مبدأ. طبعاً. مبدأ رفض الاضطهاد، رفض التسلط الغاشم. شاب وعشت مضطهد. لا تقتل أفكاري. تذبحني وبلا سبب شردت حق الشعب والباع قاع الوطن ما جبته بالطاري. زلمة وتعير إذا ما طالب بحقي. الله أكبر. زلمة وتعير إذا ما طالب بحقي. عيد من البداية. شاب وعشت مضطهد. شاب وعشت مضطهد. لا تقتل أفكاري. تذبحني وبلا سبب تشردت حق الشعب والباع قاع الوطن ما جبته بالطاري. الله. جبتك بداية تعب من بابك بلا درج للعرش وديتك. شاب ايش غثيتك؟ قلت لك ابني لي وطن شو على الرصيف انطرد لو قاعد ببيتك. الله. زلمة وتعير إذا ما طالب بحقي. تحسدني بعض العرب أنا بالرب والنفط بس والله لقمة خبز ما حاطها بحلقي. الله الله. قالوا لي عندك وطن؟ قلت لهم الجنة. قالوا منيتك شنو؟ قلت لهم أتهنى. قالوا اللي عنده وطن؟ قالوا اللي عنده ذهب شي يسوي بالفضة وتراب تشف الشعب. قلت لهم من التعب يا أهلي يجي نبضه. خريج؟ قلتي نعم. شا ظهرك شماله؟ قلت لهم ومن التعب كسرت العمال. اي بالله. اش تتمنى يا الواعد؟ امنية تفز الصبح والقى الوطن بارد واغبش واشوف الحلم قبل الفجر قاعد وبعدنا نطيح فدوى وعلى المواليد وبعد بينا قصص تعرق للتراب وبعدنا نقول لك ابشر وانت ابو الهاك رقب يا ما تضيع بوجهك رقاب. الله يسلمك. بعدنا نطيح فدوى وعلى المواليد وبعد بينا قصص تعرق للتراب وبعدنا نقول لك ابشر وانت ابو الهاك رقب يا ما تضيع بوجهك رقاب. اريد انزوب كترك عتب مو سيف. اريد انزوب كترك عتب مو سيف وعرفك تنجرح من طار العتاب. وصل للحلقه بينا مرادف الموت. الشاب المو مرقط قام ينعاب. ببلاش نموت بس بفلوس القبور. اي بالله. وشرينا سلاحنا مراوس بالخشاب. ومو بس هاي لا بدينا جينا اكوب والايجار عفنا لازم الباب. الله. ما قلت لنا درب المدرسه الموت. شنو ذنب المقابر كلها طلاب. الله. ما قلت لنا لا تمشطون الاسلوف مو تدري المرايه بعاصه الشاب. ما شققنا ثوبك وانت على البير ولا حطينا من دمك للثياب. عمر وخشومنا متروسه بارود يمتى نقوم نشتم الهوى الهاب. جزينا العيد شمره وما جزيناك ان ولدنا وياك من الطفله الرقاب. الله. ان ولدنا وياك من الطفله الرقاب. سلامتك ابو الاكبر. الله الله يسلمك ابو الاكبر. وصلنا لختام الحلقه. السفر وياكم جدا ممتع والقعده قبالك تخبر. المتعه هي بوجودك ابو الاكبر بوجود الكادر الجنود اللي خلف الكواليس. الله يسلمك. اخر كلمه لك تقولها للسيد المشاهد. والله اول نقطه انه اتمنى انه وصلنا لحسن ظنهم واتمنى انه ارتقينا بهاي الحلقه وانه اثبتنا حقيقه الشاعر الحقيقي. والشكر الموصول بالبدايه لك. العفو. وكل البوسات والحب. الله يسلمك. هالجمال هذا والابتسامه ممنون. والروحك هاي اللي حاولت تتقبلنا بها قبل بدء الحلقه. وكل الحب لكل المشاهدين. بوساتين. تحيه حب الكل مشاهد. أنا من النوع اللي أتقبل الانتقاد عفوا. أتمنى أن المشاهد يكون كنا عد حسن ظنه. هاي أول شيء. ويا رب استمتعت بالحلقة من خلالي ومن خلال الشاعر أخوي سام الفيروز ومن خلال أبو الأكبر المتفضل دوما. ويا رب كانت الحلقة تليق بمسامعكم وبمعاناتكم أتمنى أنه شلنا جزء مهم من معاناتكم أو طرحنا جزء من معاناتكم بالحلقة.
وألف بوسة لكم. شو الشاهدون من أي حلقة بها شعر حبيبي، لأنكم شعراء، مشاهدين شعراء. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا لكم أولا، وشكرا لشعراء ضيوف، وشكرا للمخرج أستاذ نظير، شكرا للجميع الكادر اللي تعبنا ويانا، ألف تحية للجميع. في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري، مع ألف سلامة.